بعد عامين على الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق التي شكلت فئة الشباب الغالبية الساحقة فيها، وكانت مدينة الناصرية البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة قلبها، يرى الكثير من الشباب أن الانتخابات المبكرة لا تلبي طموحهم. يقول كثيرون إنهم يخشون اختطاف أصواتهم بسبب السلاح المتفلت والفساد والتبعية للخارج كما يؤكدون، بينما قرر البعض مقاطعة الاستحقاق الذي اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي قراراً بإجرائه في وقت مبكر عن موعده لامتصاص غضب الشارع. أنا ما أقدر أنتخب والكاتب فوق رأسي، أنا ما أقدر أعبر عن رأيي والكاتب فوق رأسي. ثالثاً، ضبط المال السياسي، للمال السياسي جاء أثر تأثير قوي جداً، شراء بطاقات، شراء ذمم. كان يفترض أن يكون 10 من أكتوبر 2021 التاريخ الذي يدلي فيه أنس أحمد البالغ 21 عاماً بصوته للمرة الأولى، لكنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات المبكرة في العراق على غرار الكثير من الشباب الذين شاركوا في مظاهرات أكتوبر 2019 مبرراً قرار المقاطعة. الانتخابات في العراق تتم تحت وطأة السلاح والمال السياسي. ويتهم الكثير من الناشطين فصائل منضوية في الحشد الشعبي وموالية لإيران بالمسؤولية عن اغتيال وخطف أكثر من 70 ناشطا بينهم سجاد العراقي الذي لا تزال صوره مرفوعة حتى اليوم في ساحة الحبوب في الناصرية ولم يعرف شيء عن مصيره. هي عدم وجود ثقة بين الشباب المحتج والشباب عموما بالمرشحين، واعتبار السابقين منهم واللاحقين هم كلهم ذات بودقة واحدة وأمور حزبية، فهذه يعني راح يصير شو ما تعرض، أغلبية الشباب راح تعرض لهذا المرشح وتعرض للحملة الانتخابية مالته، فهذا أنا شو سبب رئيس عدم وجود يعني اللوحات. وشكلت الانتخابات النيابية المبكرة مطلباً لبعض المحتجين في عام 2019، لكن كيف تجري انتخابات والسلاح موجود والأحزاب كلها لا تزال تملك نفوذاً وتملك مالاً سياسياً بحسب ما يقول الشباب العراقي في بلد يتغلغل فيه الفساد بكل مفاصل الدولة وهو في المرتبة 21 على سلم الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية؟ يتساءل الشباب العراقي، هل تستطيع الحكومة أن تضمن لنا نزاهة الانتخابات؟